les femmes, où les chaleurs vont sourire et nous attirer, nous les âmes, où les anges adorables, et nous sommes, nous les hommes pauvres diables, avec des milliers de roses, on vous entoure, on vous aime sans le dire, on vous le trouve. On se croit très fort, on pense vous connaître. On vous dit toujours, vous répondez peut-être. Vous les femmes, vous mon âme, vous si douce, vous la source de mon âme. Pauvre diable, que nous sommes vulnérables, misérables, nous des hommes. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Azul vloun itma isma, azul mqaran, marhaba iswen. Alors pour cette troisième et dernière vidéo de ce dimanche, donc déjà hal, il est déjà 23h presque 30, pardon, il est 22h presque 30, donc je pense que c'est la dernière vidéo. Andi bzaf des sujets, mais des amis m'ont envoyé la vidéo les femmes, les harrat, les femmes, les fhlates, les khajou le 8 mars, les goulou, menhbouch les fleurs, menhbouch riha, menhbou, t'lgiou alina, le canon hada, l'usra, ou andoum l'haq, wanan, sendoum l'fhlat, hadoum t'al Jazair, l'echtahoum aklal, m'bassah fhlat, ou. ويعطيهم الصحة وانا نسندهم والناس كل يسندهم. هذه الخرجة نتاع النساء هذو اللي خرجوا في بجاية وخرجوا في عدة مناطق لاش تقلال النساء هذو طلبوا باش يلغيوا قانون الأسرة اللي هو فريمون سي ان اوبستاكل بور لا فام. علاش بوكوا باسكو هذا القانون هذا داروه ناس هذو اللي حاكمين الجزائر يبزنسوا بالإسلام وشاك فوا وين يحبوا المرأة يرجعوها انفيريور وماسكولين يجبدوا لها الآيات ويجبدوا لها الحديث ويجبدوا لها وربي قال والرسول قال وما نعرف وجهه ما قالوش غير ربي راه يكره المرأة بقاو هكا ما قالوش برك باللي ربي سبحانه عز وجل راه يكره المرأة ويشتي الرجل يعني باش تشوفوا يعني وين عيب بالناس هذو. الور الخرجه هذه تاع النساء هذو اللي انا نحييهم وكما قال واحد هما بادره مليحه وان شاء الله تتعمم وان شاء الله يخرجوا نساء اكثر من هكذا. ما عجبتش واحد الناس اشخاص مساكن عندهم دي مونتاليتي نتاع دعش. هاد الناس مساكن على كل حال قال لك تشوفوا النساء هذو راهم بخسوا بينا وراهم كيخرجوا يقولوا هكذا من نحبوا قانون الأسرة يتنحى وراهم يعمروا فيهم الناس ولاد فرنسا وما نعرف واش وما نعرف واش ايه. هاد الناس اللي داروا دي فيديو وين تفرجوهم تقريب 30,000 واحد دعشيست ان دعشيست يتفرجوه 30,000 30,000 انا هذه نعتبرها ما نعتبرهاش سيربريز. وقلت لكم قدام خطرة باللي الجزائر اليوم راهي 90% الشعب نتاعها يعيش مونتاليتي نتاع داعش ثاني الرجال والنساء كيف كيف الرجال والنساء لا سوسيتي الجيريان ايتي اوندوكتريني اليوم راهم كاملين عندهم نفس العقلية نتاع داعش مي خطراش هما ما يحبوش توسكي ils sont contre tout ce qui est moderne, tout ce qui est de liberté, tout ce qui est... non, mais bouge. On me dit, la liberté, les hommes, c'est-à-dire les gens, les hommes, les hommes, la liberté, les malades, les dards, les dards, les dards, les taïbi, les taïbi, les mchi, les mchi, les ergoudi, les ergoud. C'est-à-dire, les malades, les gens, les gens, les gens, les gens,
تكون اسكلاف عندهم. الو كو دوكا سيني بلو لو كا، المراه ما تقدرش تكون اسكلاف. المراه اليوم راهي تسوق في الطياره، المراه اليوم راهي معلمه، المراه اليوم راهي في الادمنستراسيون، راهي اونتربرونور، راهي كي هي كي الراجل. هذا الشيء هذا ما يتقبلوهش هاد العشيين هادو اللي ثاروا يسبوا هكذا، وهاد الناس هادو يعمروا في النساء نتاعنا وراد فرنسا. انا الشيء اللي ما فهمتوش، هاد الناس مساكن انا ما نلومهمش اني كي يهضروا الهضره هذه، انا والله ما نلومهم، خطره قراو في ليزيكول تاع الجزائر، وليكول تاع الجزائر لليوم قاعدين يفورميو في الناس دعشيين، سي نورمال يهضروا الهضره هذه، انا ما نلومهمش. على كل حال انا كي نشوف واحد السيد شخص كيما هذا اللي بعثوا لي فيديو نتاعو ويقول للنساء هذو ماهمش نساء، ها شباب شبه النساء، يقول لهم حقرهم يعني كي عاد يخرجوا يدافعوا على حقهم. هو السيد هذا الدعشي ما عجبوش وقال لهم بخستوا بينا، الوغ او كونتخيغ او كونتخيغ هذا النساء هذو ما بخسوش به. هذا النساء هذو لو كان جاي يعرف راه مرفعون المستوى نتاعو، باش الناس كي تشوف باللي اون الجيري يا دي فام كي سون بور لا ليغاليتي دي سكس. سي ني بلو لا فام هذيك اللي مسكينه تحس في روحها انفيريور الوم. علاش لا فام اللي انفيريور الوم؟ دون كيل دومين، دون كيل سيكتور، دون كيل، نعطوا لي حاجه تخلي الراجل الي سوبيريور لا فام. اعطيوني حاجه وحده نشوفها، اعطيوني حاجه تخليني نعرف باللي لا الراجل راهو سوبيريور على المراه. كيفاش انا جو با؟ انا شفت الراجل سوبيريور على المراه بوتيتر في حوايج ثلاثه ولا اربع حوايج، وشفت المراه حتى هي الي سوبيريور للماسكولا في بزاف حوايج. دونك سي ايغاليتي، سي ايغاليتي. هي عندها زوج يدين وانا عندي زوج يدين، هي عندها راس وانا عندي راس، هي عندها زوج رجلين وانا عندي زوج رجلين، هي عندها مخ وانا عندي مخ. دونك بوتيتر المخ نتاعها هي تكون قرات بزاف، ومن تقدر تكون خير مني، تقدر تكون خير مني، تقدر المراه تكون عندها دي بروبوزيسيون ملاح خير من الرجل. وعلاش حبيتو تقزمو نتوما لا فام؟ بوكوا بوكوا؟ دونك هاد الناس هادو مساكن يجي يتكلم واحد كيش قويت تاع بعثوا لي لا فيديو نتاعو. على كل حال انا نحترم الرايو، نحترم رايو، انا ما نرجعش عليه وما نسميهش، خلاص دبر راسو سي سو سو بروبليم. انا عمري ما نرد على الناس، مي سامبلومون نهضر بالمون باش نقول بلي السيد هذا حتى هو الي فيكتيم دو لا سوسيتي. هو مسكين تبان له بلي النساء هادو لو كان ما كانش فريمون خايف من الحبس وخايف من الدولة وخايف من العسكر وخايف من لابوليس، انا نقول كي بالك يروح لهم يرفع عليهم، باسكو مسكين المخ نتاعو يقول له باللي راك نتا خير من لافام، المخ نتاعو يقول له. هو ما على بالوش مسكين باللي راهم كانوا الاف نتاع النساء خير منه في كلش. شوفوا برك كيفاش يقول، يقول هادو راهم ولاد فرنسا، شغل باكزومبل هو راهو خير من ولاد فرنسا. مسكين والله غير مسكين، يا مسكين انت فاش خير من ولاد فرنسا؟ انت خير فاش؟ يوم يضربوا في لورو وانت كما تجري في عقاب الشكاره نتاع الحليب ربي يهديك، فاش انت خير من فيهم؟ انت زين خير منهم؟ انت قاري خير منهم؟ انت تضرب في لورو وهما يضربوا في الدينار كيما انت؟ فاش انت خير من فرنسا ولا خير من ولاد فرنسا؟ في دون كيل كونديسيون، دون كيل سيكتور، دون كيل، عطينا باش نشوفو سيدي. هادو راهم ولاد فرنسا، سي نورمال. كل واحد يتمنى يكون ولد فرنسا، شفتو اكتويلمون فرنسا الناس راهي تموت في البحر باش تلحقها. وانت شكون اللي يجيك انت يموت عندك انت باش يجيك لهنا الجزائر؟ شكون يجيك انت؟ لا يجي يجيوك لا باش يموتوا بالشر، ولا يجيوك باش ترجعهم عبيد كيما تحبوا ترجعوا النساء هما عندهم لافام؟ ما تنجمش تمسلها الشعره من 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 من, من شعرها، هما عندهم ليبرتي توتال، هما سي سون دي بيي ديفلوبي. وانت مسكين على روحك، انت البلاد تعيش فيها لا غالب هذا وجدك ربي، نورمالمون نورمالمون انت كي تحب
يعني شغل تستهزا بواحد. قال بيزومبل ما على باليش انايا، قال حنايا احنا راه هذا رانا خير من بيزومبل المالي، بيزومبل من المالي ولا من النيجر بيزومبل. مي ما تروحش انت تعاير ان امريكا مي تي مالاد، ولا تعاير بريطانيك. قال هذا ولد بريطانيا، ولد بريطانيا وخير منك الف الاف المره وخير منك، فرنسا الاف المره خير منك، لوكسيدون كامل فاش انت خير من هاد الناس هادو. دونك يعني فهمونا سي، فهمونا باش نفهمو. انا ما نفهمش انا والله ما نفهم واحد يقعد يقعد يقول راكم تشوفوا ولاد فرنسا، يا ريتني نكون ولد فرنسا نضرب له روح حتى انا، يا ريتني نكون ولد فرنسا حتى انا. مي دونك ما فهمتش انا كيفاه انت تقول واحد اسمع انت ولد فرنسا، ماذا بيه يكون ولد فرنسا؟ شكون اللي يموت في البحر باش يلحق فرنسا؟ حنا ولا هما اللي يموتوا في البحر باش يجيو عندنا؟ يا اخي مرابي يا اخي يا اخي، شفتوا يا ناس، الناس كيما هكذا انا نقول لكم ما تعطيوهمش خلاص، خليه يحكي على روحه الله يسهل عليه. والناس اللي تسمعوا كيما يقول انسان ود الفيديو 30000 تبع فيه كان اكثر، كاين اكثر تبعوا على بالك الاخرين يديروا دي فيديو يعني تريبات ويتبعوهم. علاش بوكوا؟ باسكو روحوا شوفوا هاد 30000 هادو ما تلقاوش فيهم واحد مسكين عنده مستوى بيكزومبل موش متوسط، روحوا شوفوا تلقاو مساكن الغالب عليهم نيفو ارتواز، مساكن الغالب سي نورمال يتبعوا واحد كيما هذا، سي نورمال. واحد اللي تلقاه يكريتيكي في المرأة ها وما يعطيكش حتى على واش يكريتيك هاد النساء هادو. هاد النساء واش داروا؟ هاد النساء هادو خرجوا قال لك اخويا القانون تاع الأسرة هذا نحبو يتنحى، ومن حقهم يقولوا، من حقهم يقولوا. علاه ماهمش ديزارجانيين؟ علاش تحب تمشيهم كيما تحب انت يا برك؟ تحب انت تمشيهم كيما تمشي المرا نتاعك؟ هذا ما كان اذا المرا نتاعك مسكينه سواد السعد اللي دات واحد كيما انت ها. دونك نهضر على السيد هذا اللي داير لا فيديو ويقول هذا ماهمش نساء، راهو لازم هما اللي يقولوا سواد السعد نتاع المرا اللي داتك انتيا مسكينه اللي غالب عليها يعني ما عندهاش زر سينو ما تكونش تدي واحد كي داعشي كيما انتيا. سبحان الله، انسان حتى لا فام باش تتكلم ما عندهاش حق تتكلم. علاه ما عندهاش حق تتكلم؟ واش هي عبيده نتاعك اسكلاف نتاعك؟ لو كان صح صح نروحو نجيبو مرا اللي عندها العقليه نتاعها ونشوفوك انت، بالك انت تولي اسكلاف نتاعها، خاطرش نتايا ماك قاري ماك والو ما ديتو شي تحب تحكم في المرا نتاعك. واش تحكم في المرا نتاعك؟ كل واحد و شكاي لي بغي يدير واش يحب. غدوه الصباح قال لهم لو كان نعطيهم حقوقهم غدوه يقول لك خليكم ما تحكمش في اختك، سي نورمال ما تحكمش في اختك، علاه تحكم في اختك انت لاباس؟ علاش ماشي هي اللي تحكم فيك؟ علاش ماشي هي اللي تحكم فيك؟ تحكم فيها هكا صدير تنعتي لها صلاحها كي ظالمينوغ، كي ظالمينوغ تخاف عليها تقول لها اختي روحي منا وديري منا ولا ما ديريش هذيك تنعتلها. مي تي نو با سون بيغ انت باش تحكم فيها، تي نو با سون بيغ يا سي محمد، انت خوها نعتلها. مي تحكم فيها دونك علاش تحكم فيها؟ واش هو علاش ماشي هي اللي تحكم فيك؟ هي توال خير منك، هي توال. انا شفت خواتات وخيان، الخواتات خير من الخيان، وين على ما يحكموش فيهم مال. هي توال تنعدلك صلاحك تقول لك يا ولدي ما تمشيش معايا فويو بيكزومبل، ولا تقول لك ما تسهرش في الليل يا ولدي نخاف عليك انت خويا، بس راه غادي تحكم فيك انت ثاني تقولها يا اختي ماذا بيك انت يا مازال مينور، مازال مينور وانت ماجور، تقول لها اختي اقعدي هنا في الدار ما تخرجيش ولا بيكزوم تروحيش لبرا باسكو ليل ليل ولا بيكزوم يضربوك ولا يتعداو عليك ولا منا. نعتلها صلاحها، اونتر تنعتلها صلاحها وانتر تحكم فيها. واش تحكم فيها؟ راك انت باباها ولا راك انت باباها ولا انت امها؟ امها وباباها يتحكموا فيها، حتى كي تكبر امها وباباها عندهم الحق يتكلموا معاها باسكو راهم هما اللي ولدوها. وانت شكون يحكم فيك؟ انت حتى باباك ما يحكمش فيك، انت حتى تكون ساج مينور ولا تكون ماجور ما تحب يحكم فيك حتى واحد. علاه؟ باسكو انت نتاع سقاق نتاع برا نتاع كيما قال واحد هذه هي، ولا تحس بك يضرب فيها شويه لحيه هكذا صاي انت يسمى راك من الجنه للجنه، راك مسكين انت، راه ما كان لا جنه لا والو. الجنه ربي سبحانه عز وجل
يدخل الانسان اللي يعرف في القلوب واش كاين. ما يدخلش واحد دار لحيه كيما هكا يخليها ويلبس القميص ويجي يحفظ القران ويجي قال صاي. هذا كله هو كيما قال واحد حوايج يعني ما عندهم حتى ملا يحفظ القران ويلبس قميص ديريكت ديريكت الفردوس مساكن والله غير مساكن. يقول لك ياك العبد كامل يلبس يا في حاله يا اخي. دونك بور الناس اللي بعثوا لي الفيديو هذه هذا لا فيديو تاع السيد هذا ما تقلقوش من هذا الناس هذو. سي سون دي جون كي سون با كولتيفي. سي سون دي جون اللي الغالب عليهم مخ تاعهم عايشين 2022 في القرن 21 افيك دي مونتاليتي نتاع لو مويان اج بالك نتاع البريستوار. دونك الناس هذو مساكن اللي غالب عليهم هذا واش نعتوا لهم هذا واش قراو لهم. ما تقدر شوفي يا مدام ما تقدريش نتيا تروحي بيزومبل اون اوروب ولا اون اوكسيدون تلقاي واحد كيما هذا امبوسيبل. اذا لقيتي واحد كيما هذا راه تاعنا حنا جوفو جور جوفو جور. ايا انا تضامنا مع هالنساء هذو راح نزيد نعقب واش قالوا اتفرجوا معايا واش قالوا النساء هذو الحرات في بجايه. هاني راكم تشوفوا مع بعضنا. كما تفرجنا مع بعضنا لا وردة لا ريحة قانون الأسرة يتنحى. وأنا معكم إن شاء الله يجي نهار وين نحيو هذا قانون الأسرة. سي با توت سويت كيما قلتي نتيا يفوا أن لون كومبا. ومازال مازال مازال خطراش مساكن الغالب دوكا راني قلت لكم لي ديريجون تاعنا تاع الجزائر عندهم زوج حوايج يبزنسو بهم دو شونس يبزنسو بهم. هو الماضي الثوري اون ابسونس دو بروغرام بوليتيك باسكو ما عندهمش بروغرام سياسي بروغرام بوليتيك ما عندهمش. هما واش باش يرومبلاسيوه بهذا كيف اسمو بالماضي الثوري ويرومبلاسيوه ثاني بالدين. وحنا مازالوا يتكلموا المسؤولين نتاعنا يتكلموا يقول لك حنا دولة إسلامية ألور كو سي فو. ما كانش دولة إسلامية اللي قال لك يكذب عليك. على بالكم شكون كان يدير اللي نجم يدير الدولة الإسلامية ولا ما بالكمش؟ اللي نجم يدير الدولة الإسلامية هو ربي سبحانه عز وجل، سي لوي كي بو فاك، صح؟ ولا واحد يديزينيه ربي، ربي يقول له روح دير الدولة، أني أنا اللي بعثتك، دير دولة إسلامية ولا دير دولة يهودية كما بعث سيدنا عيسى، وكما بعث سيدنا موسى، وكما بعث النبي محمد. وكما بعث الانبياء والمرسلين شكون يبعثهم هذا بعثهم رئيس ولا بعثهم شكون بعثهم ربي. دونك كيفاش الناس هذو بعثهم ربي وانت ما بعثكش ربي وحبيت دير انت دوله اسلاميه؟ شكون انت باش تنجم تجي انت تتكلم باسم ربي وتتكلم باسم الدين؟ كيف فوزا مونداتي تو دابور كيف فوزا مونداتي؟ انا لو كان نحب نمد بروكيراسيون لواحد يتكلم باسمي دوك ندير له بروكيراسيون، قال روح تكلم باسمي. بصح ما نقدرش نروح ندير له بروكيراسيون ونقول له روح باش تكلم باسم فلان. سامارش با. يقول لي يا خويا انت ما عندكش حق انت تمد بروكيراسيون لواحد اللي راح يتكلم باسمك انت. دونك ربي سبحانه عز وجل هو اللي يقدر يمد رئيس الجمهورية، يبو دوني بوفوار الرئيس الحكومة ولا الوزير العدل ولا منا قال ولدي اتكلم باسم الحكومة اتكلم باسمي. سي فري بوكوا باسكو هو رئيس حكومة.
باسكو هو رئيس الجمهوريه. انا رئيس الجمهوريه جو دون بروكوراسيون كيف اسمه الوزير العدل ولا الوزير منا باش يتكلم في بلاصتي. يل بو فيغ، يل بو فيغ، مي يل بو با دير باش يتبوني يقول انا راني مديت بوفوار لهذا كيف اسمه الوزير الشؤون الدينيه باش يتكلم باسم الدين. سا مارش با، الدين ماهوش تاعك، الدين تاع ربي، كسوا الاسلامي ولا اليهودي ولا المسيحي، تاع ربي، وربي هو اللي يكلف واحد يقول له روح اهدر باسمي. مي جوسكا بخيزون ما شفناش حنا واحد بعثه ربي جا قال انا كسوا مسيحي ولا اسلامي ولا حتى لو باب. هذا انا الناس يقولوا لي تهضر على الاسلام، لا نهضر حتى على المسيحيين. لو باب هذا اللي يعيطوا له لو باب ويجي يقول لهم انا نتكلم باسم المسيح، لا يا اخي. ولا يروح الاخر يقول له فوالا فوزيت بيني، بلاك روا يقول له فوزيت بيني، لا يا اخي راك هذه غلطه. انا كنت لقاه هذا لو باب نقول له، نقول له مسيو لو باب فو فات ايرور، فو نافي با الدروا دو بارلي او نون دو بون ديو ولا او نون دو جيسو، فو نافي با الدروا. شكون اللي عطاك البوفوار هذا انت باش تتكلم باسمو؟ تو دابور انت مسيو لو باب كي فوزا نومي باب تو دابور؟ اسكو الله تعالى ولا جيسو كي سي؟ دونك يقول لي بلي راهم كيف اسمو لي بريتخ وهذوك هما اللي كلفوني باش نتكلم باسمهم والمسيحيين. إلا وي صاوي تقدر تتكلم باسم لي بريتخ هذو وتكلم باسم المسيحيين، تكلم باسمهم هما، دافع عليهم هما، غدوة تدار اجتماع مع المسلمين، انت تروح في بلايص في بلاصتهم، انت تتكلم، ها؟ تروح تجي تكلم تجي تحوس لهم على السكنة، تروح تهضر باسمهم على الخدمة، هذا وي، مي ما تقدرش تتكلم باسم المسيحية، لي باش تمشي لو باب بوغ باش تقدر تتكلم أو نو دو لا كريتيانتي، إلفو كو فو سوايي مونداتي باغ لو بون ديو. شفتوا غلطات الناس اللي ما تفهمش، الناس متحب الناس تخلط تخلط، يجي يقول لك حنا بلد مسلم، لا كش ما كان بلد مسلم وبس بلد يهودي وبلد مسيحي، وين شفتوا هاد؟ وين شفتوا هاد؟ مالا حنا جزائريين حنايا، حنا واحد الوقت كي قبل ما يجيونا العرب يدخلوا علينا، كنا لي زونسيتر نتاعنا كاملين كانوا مسيحيين وكانوا يهود. من الجزائر اسمها جزائر يهودية ولا جزائر مسيحية؟ لا، الجزائر تبقى جزائر. نجمو نقولوا باللي سكان الجزائر راهم ماجوريتي مسلمان، وي بور لانستون، قبل ما كانتش ماجوريتي مسلمان، كانت ماجوريتي كريتيان قبل ما يجيو هذو جماعة هذو العرب ويدخلوا علينا بالقوة. اللي ما دخلش الاسلام يكسر راسو، كانت الجزائر اماجوريتي كريتيان و اماجوريتي جويف. مي دركا نهار جاو الاخرين ولا هكذا. هذه هي اللي حبيت نقول لهذو اللي بعثوا لي لي فام هذو، ما يغلقكمش الحال، ما يغلقكمش الحال، و كونتيني ا سو كومبات ا سو باتخ، احنا معاكم. هاد الناس هذو الداعشيين هذو مساكن اللي ما على بالهمش حتى واش راهم يقولوا، ويقول لك هذا كوي علماني، زعما كيحبوا يسبوا يقول لك هذا كوي علماني، مسكين ما على بالوش حتى لو مو علماني سي كوا. هو بور لوي علماني انسان كافر بور لوي. وحتى الكفار اللي كانوا يهضروا عليهم يقول لكم هضر عليهم الرسول وهضر عليهم منا، ما على بالوش اخرين الناس مساكن هما يحسبوا لي فرونسي، يحسبوا لي جويف، يحسبوا لي زاميريكان، هما الكفار مساكن ما على بالهمش باللي الكفار اللي هضر عليهم من الرسول راهم عرب، راهم بني عمو، راهم قريش بني عمو، ما كانوا لا يهود، ما كانوا لا ما كان جامي هضر عليهم الرسول يهود ولا كيف اسمه جامي. دونك جارو كان يهودي الرسول، مي جامي تقابل معاه ولا ما كانش من هذي جامي. دونك لازم تفهموا باللي هاد الناس هادو الداعشيين ما يغيظكمش منكم الحال، باسكو سو سون دي جون دي زينيورون، سو سون دي جون ايون اون مونتاليتي نتاع الخوارج هادو نتاع هادو مساكن اللي غالب عليهم هذا واش قرات قرات الجزائر، هذا واش قرات الجزائر، و سوني با توت سويت باش نجمو نديرو ليغاليتي اون فام.
il faudrait continuer à se battre, continuer à se battre, حتى نديروا الدولة العلمانية. الدولة العلمانية هي اللي راح تحافظ على الأديان، وهي اللي تحافظ على السياسة، وهي اللي تحافظ على المرأة، وهي اللي تحافظ على الرجل. وهي هذه هي العلمانية. هما مساكن إيلاس العلمانية ما يعرفوهاش. هو بولوي يستعمل الدين باش يخلع أخته، باش يخلع أمه، باش يولي هو الشاف. يستعمل الدين ولا يستعمل الثورة. احنا وفرنسا الرجل الدواء يجيه من فرنسا، لا 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 وش يقولوا، كل شيء يجيه من فرنسا، وهو يسب في فرنسا. اكم ولاد فرنسا. وهذا السيد الدعشيست هذا لو كان لقى فيزا ياو يبكي عليها، مش بالدموع، يبكي عليها بالدم. لو كان لقى فيزا واش لقى يعيش في فرنسا؟ لو كان لقى فيزا برك الناس يتموت في البحر باش يلحقوا فرنسا. وهو راهو صرات له كي هذاك، صرات له كي الذيب. نعاود لكم واحد القصه باش تضحكوا. الذيب سيدي لولو قال لك واحد النهار عيطوا له قالوا له مسيو لولو راح نمدوا لك لو تروبو نتاع لي موتون تعسهم. الوغ هو من قر من قوه الفرحه الى بلوغي، الى بلوغي لا فيرسي دي لارم. قال لهم مي فو بلوغي مسيو لولو؟ قال لهم وي وي وي. قال لهم مي علاش حنا عندو فيك ثقة ونعطيوك الغنم تعسها؟ إيبا قال لهم أنا خايف هذا الشيء اللي يقولوا فيه ما يثبتش. حتى هذا مسكين السيد هذا اللي يسب في النساء وهما نورمالمون يقول لهم روح يبوس لهم رجليهم، باسكو المرا هي اللي جابته. لو كان ماهيش المرا هو راهو قاعد في 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 واش يقولوا؟ راهو في مازال ما خلقش. دونك يسب في النساء مسكين ويسب في فرنسا. ولاد فرنسا شغل هو، شغل هو خير من فرنسا مسكين. هو يتبان له، هو يتبان له. مي غدوه لو كان يقول له يا ولدي روح نحطوك في في لاسوت نتاع لافيون هذيك يزيد يمد دراهم. واش تحب ولا غن؟ بون ما نطولش عليكم، نقول لكم قيم ديال هنا. بون سواغ يا توتي يا توس، ان شاء الله نرجعوا في كان فيديو من لي فيديو اللي يهموا تم المجتمع وتم البلاد. بون سواغ يا توتي يا توس.